صباح الفل عليكم يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير وبسعادة. معاكم نونا من قناة عالم نونا، والنهاردة هقدم لكم برضو ريفيو جديد عن منتج جديد، وهو المنتج ده اللي هو ميبيلين فيت مي كونسيلر. الكونسيلر ده من احسن الكونسيلرز الدراج ستور، هو يعتبر من التوب 10. وانا حبيت النهاردة اعمل لكم عنه ريفيو، باكد تاني ان الريفيو ده هو رأي شخصي، لان انا جبت المنتج وجربته وبقول رأيي فيه من خلال تجربتي. اول حاجة يا بنات، بالنسبة للشكل الخارجي، ده الشكل الخارجي للكونسيلر زي ما انتم شايفين، هو عبارة عن زي ازازة كده بلاستيك طويلة، ولما بتفتحيها بتلاقي خرجت لك منها الفرشة اللي انت بتحطي بيها الكونسيلر. انا بحب الباكجينج بتاعه جدا، الباكجينج بتاعه مشهور جدا، زي تارت الجديد، زي نارس، يعني الباكجينج بتاعه يعتبر دلوقتي بقى ستاندرد للكونسيلرز. عندي منه درجتين، عندي درجة 10 ودرجة 20. درجة 10 زي ما انتوا شايفين كده ايه، قربت تخلص. درجة 20 كانت خلصت وانا جبت منها درجة جديدة. دلوقتي هجرب لكم السويتشز بتاعته عشان تشوفوا درجاته. دي درجة 10، دي درجة 20. هفتحها لكم عشان هي كنت انا لسه جايباها جديدة. برضو لما تيجوا تجيبوها من اي محل يا بنات، لازم تتأكدوا ان هي متقفلة بالطريقة دي، لانها ده اساسا بيحفظ المنتج من اي حاجة خارجية. مش عارفة ان بيقفلوه بطريقة مش طبيعية الصراحة. ثواني يا بنات هرجع لكم. ورجعت لكم اخيرا بعد ما فتحت الكونسيلر، وده الجديد اللي انا لسه فاتحاه. طبعا هو بيبقى متبرشم جدا، بحس ان يعني ما حدش يفتحه ويستخدمه. فطبعا لو انت بتجيبيه بالمنظر ده هيكون حاجة مضمونة يعني. وده السواتش بتاع الدرجة التانية اللي هي 20. ده من قريب. اولا يا بنات، لو هنبتدي نتكلم في مميزات الكونسيلر ده، الكونسيلر ده فيه مميزات كتيرة جدا انا بحبها الصراحة، وهي اهم حاجة ان هو يومي، يعني خفيف جدا وتقدري تستخدميه استخدام يومي للبشرة، ومش من النوع التقيل اللي بيأذي تحت العين ويزود الهالات. وتحسوه كريمي كده وناعم جدا وسهل جدا ان انت تدمجيه. وفي زي مرطب كده يعني ممتاز جدا للبشرة الجافة، فبالتالي انا بحبه جدا. ومش بتضطري ان انت تعملي ترطيب قبله. طبعا كسعر هو كويس من اسعار المنتجات انا بحبها، يعني بالنسبة لنا سعر ممتاز، خاصة ان انا بستعمله كل يوم. وزي ما قلت لكم هو خفيف وسهل الدمج. في عيوب، طبعا في عيوب. العيوب ان هو مفهوش منه درجات كتيرة برضو، ودي تقريبا عيوب معظم حاجات الدراج ستور، ان هو مفيش منه درجات ان انت تقدري تجيبي الدرجة المناسبة ليكي. فبرضو بتجيبي، لو دي مشكلة بتقابلك، فانت بتجيبي درجتين وتحاولي تخلطيهم لحد ما توصلي للدرجة اللي انت عايزاها. عيبه تاني ان هو ما بيثبتش شوية تحت البشرة زي ما قلت، عشان هو كريمي، فلو انت بشرتك مثلا دهنية او عادية هتلاقيه بيسيح منك. فطبعا محتاج تعملي له بيكنج او تثبيت. مش بيثبت كتير، ما بيدومش كتير، وبيخطط بعد حوالي ساعتين تلاتة بالكتير قوي هتلاقيه خطط معاكي. بتحتاجي ان انت كل شوية ان انت تثبتيه تاني باودر وتظبطيه. عيب تاني كمان اللي هو بيقلب رمادي كده، مع يعني لازم كوريكتور قبله لو انت درجاتك قوية، يعني سوري لو انت هالاتك قوية. هو تغطيته متوسطة،
فلو هالاتك قوية مش هيديكي اي تغطية تقريبا، وهيقلب معاكي رمادي، فانتي بتحتاجي كوركتور تحتيه. اكبر بقى يعني برضو مشكلة تانية فيه، اللي هو في الاخر لما بيخلص كده فانتي مش بتعرفي، يعني بيبقى تحت كده برودكت فمش بتعرفي توصلي له. بس طبعا انا ما بغلبش، انا بروح جايبة سكينة او قطر او اي حاجة وقطعة، وببدأ ان انا اخرج البرودكت ده، بحطه في كونتينر صغير او اي حاجة وبستعمله. وبكده يا بنات نكون خلصنا الريفيو عن الكونسيلر ده، وان شاء الله استنوني في ريفيو جديد وفيديو جديد من قناة علم نونا، واشوفكم على خير. باي باي.